السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر لكم حضوركم واستجابتكم لهذا المنطقة الوطني الموصوم بتمويل المشاريع الناشئة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الجزائر. Funding startups to promote the economic empowerment of women in Algeria. الذي تحتضنه القضايا المتعلقة بالمؤسسات الناشئة وكذا التمكين الاقتصادي للمرأة في الجزائر. ونأمل من خلال مشاركاتكم وتفاعلكم تحقيق الأهداف المنشودة لهذا المنطقة وأن تصبو توصياته إلى حجم أهمية هذا الموضوع. سائلين الله عز وجل التوفيق. الدكتور عبد الرزاق حباب مدير مقر السياسة المالية والمصرفية والسياسات الاقتصادية الكلية فليتفضل بشكر. مدير الجامعة ممثلا عن مدير الجامعة المحترم السيد عميد الكلية المحترم السيدة رئيسة الملتقى السادة الحضور شركائنا المهنيين والاقتصاديين أساتذة وطلبة مرحبا بكم. طبعا نحضر اليوم في هذا الملتقى الوطني في إطار برنامج البحث المسطر للمخبر لسنة 2023 الملتقى حول التمكين الاقتصادي للمرأة ودور المؤسسات الناشئة. هذا الملتقى يندرج في إطار كما قلت نشاط البحث للمخبر، وعندنا ثلاث تظاهرات علمية خلال هذه السنة خاصة بالمخبر. الملتقى الثاني متعلق أو يوم دراسي متعلق بالإدارة الإلكترونية للضرائب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تولي كلية اهتماما بالغا بالنشاطات العلمية وتنظيم العديد من التقايات العلمية والدولية والوطنية الموصوم بتمويل المشاريع الناشئة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم جميعا. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أولا بادئا ببدء أرحب بالسادة والسيدات كلهم باسمه ومقامه على تلبية الدعوة لحضور فعاليات هذا اليوم هو الملتقى الوطني تحت مسمى دور تمويل المشاريع الناشئة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الجزائر. كما تعلمون يعني جامعة الشرف وخاصة كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير تفتح يعني آفاق للبحث العلمي وكذا لمختلف التظاهرات العلمية. كما تعلمون يعني منذ الأزل يعني من بداية يعني نشأة الكلية فلاحظ أن كلية العلوم الاقتصادية كل سنة تنظم على الأقل 4 أو 5 أنشطة علمية، فهذا يحسب لها ولجميع الأساتذة على نشاطهم الدؤوب خدمة البحث العلمي. قلت بالنسبة لهذا الملتقى جاء بالتنسيق بين مخبر الأنظمة المالية والمصرفية وكلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير قصد معالجة إشكالية هامة وهامة جدا، وهي كيفية تمويل المشاريع الناشئة التي تعزز من بالنسبة للمشاركين في هذا الملتقى هم باحثون بالكلية خارج الكلية على المستوى الوطني، فهناك مساهمات كثيرة في هذا الملتقى من مداخلات حوالي تقريبا 100 مداخلة ويفوق 100 مداخلة تم استلامها من طرف الهيئة المنظمة لهذا الملتقى.
تم تصفيتها ووضع البرنامج المسطر الموجود أمامكم الذي سيتم عرضه خلال الجلسات، فيه جلسة يعني حضورية، فيه جلسة افتراضية على مستوى قاعة اليد. الأسرة الإعلامية بكل أطيافها، السيد الدكتور الأستاذ فاتح مجاهدي ممثل عن حاضنة الأعمال بالجامعة، أساتذتنا الأجلة، باحثينا الأكاديميون، أبنائي الطلبة والطالبات بأدواره الثلاث، السادة والسيدات الحضور كل باسمه وصفته وموقعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني ويسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن الهيئة التحضيرية للملتقى أن أتقدم ببادر الشكر والتقدير لتلبية دعوتنا لمشاركة في فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بتمويل المشاريع الناشئة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الجزائر، والذي تنظمه كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة حسيبة منبوعي بشلف بالتعاون مع قسم التمويل وصندوق تمويل المؤسسات الناشئة العاسف، ومع هذا تمويل خاص الذي يعمل على تمويل خاص لهذه المؤسسة باعتماد على رأس المال بين القطاع العام والقطاع الخاص، والحاضنات على مستوى الجامعات التي بلغ عددها في حدود 40 حاضنة، لنصل بعدها إلى ربطها مع العالم الخارجي لتكتمل الحلقة ما بين المبتكر والممول. وموقعها في المحيط الاقتصادي والاجتماعي لأنها هي قابلة التنمية، مما لا شك فيه أنه قابلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية إن أمكن لسير بولايتنا وجامعاتنا في طريق التنمية والتطوير. ربما بدون إطالة نعلن الافتتاح الرسمي لهذا الملتقى، وفقكم الله ووفقنا لما فيه خير الجامعة والوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بكل الحاضرين، بكل من حضر وحضر ليحاضر وحضر ليتعلم، ونرحب بكل الحاضرين أيضا من خارج جامعة شلف، ونشكرهم على تكبد عناء السفر لمشاركتنا هذا المحفل العلمي. بداية يطيب لي أن أعرج على فكرة التمكين الاقتصادي للمرأة قبل أن أبدأ عرضي للمداخلة. كلنا يعلم أن فكرة ريادة الأعمال انطلقت في الجامعات الجزائرية من فكرة المقاولاتية ودور المقاولاتية، لنصل الآن إلى مرحلة حاضنات الأعمال، وسنعمل للوصول إلى مسرعات الأعمال أيضا. جداتنا وجداتنا اللي ما عرفوش لو بون دو ليكول، واحد زمان ان انفون الجيريان سور 10 كان عنده من الحاجة كولتوريل. الحمد لله جلوبالمون ما رناش نعانيو بيان سور لو فاكتور هذا، مي بارتيغ على ليترونجير سول اون ني با ترو فافورابل ا سا، ولا تخلق مؤسسة تاعها، ولا تروح تخدم في اور ولاية. C'est un effort à faire, bien sûr, pour dépasser cette autocensure. Et vous avez aussi l'intégration au réseau professionnel. Alors, on suit tout le monde dans notre Jemaouia ou la Ihtilaf. Les comptes, on a les comptes pas, les comptes de l'or, les comptes traditionnels. Traditionnels.
حاضرك على كل حاجة. ما دي وسط. حبك شيخ. حبك شيخ.